حاجة غريبة جدا في مهرجان الجونة السينمائي، المهرجان كله تم اختصاره للممثلات لابسين ايه، وفستان فلانة عامل ازاي، وفستان فلانة عامل ازاي، وفستان النجمة دي احسن من دي، ودي جاية معرفش تعمل ايه، هو ده، والنجوم كمان لابسين ايه وشكلهم عامل ازاي وكل الكلام ده كله. انا ما شفتش حاجة ليها علاقة بالسينما، يعني ما شفتش حوار له علاقة بالسينما. يمكن الوحيد اللي اتكلم بطريقة في المجال او في التخصص هو الفنان جمال سليمان، شرح فيلم او حكى فيلم. انا افهم اني ممكن اسال النجوم عن متوقع مين احسن، هياخد احسن فيلم، متوقع مين احسن مخرج، مين احسن ممثل، مين احسن مونتاج، مين احسن مدير مثلا موسيقى تصويريه، مين احسن مدير تصوير، احسن مهندس ديكور، يعني ده اللي انا افهمه، احسن سيناريست، ده اللي انا افهمه، انه إن ده اسمه مهرجان سينما. لكن مهرجان سينما عباره عن ان انا حتى للاسف الريد كاربت بقت تافهه قوي، يعني الريد كاربت بقت عباره عن المراسل اللي واقف على الريد كاربت هو شطارته انه هيعمل حاجه كوميديه، ان هو هيضحك الناس، ان هو ايه يا جماعه، ده مهرجان سينما، مهرجان سينما، يعني ايه قيمه، يعني ان انا اجيب ياسمين صبري واقول لها كورونا وعملتي في ايه، ايه القيمه ده؟ ما انا ممكن اسال ياسمين صبري السؤال ده في اي حته، يعني عادي، يعني هو انا ليه هقابل ياسمين صبري على الريد كاربت؟ ما انا ممكن اسالها انت تتمني مين يعني يحصل، او مين من النجمات انها تبقى احسن ممثله مثلا متوقعه مين هياخد، افهم ان هو ده الحوار، افهم ان هو ده الجدل حوالين مهرجان سينما. لكن مهرجان سينما عباره عن ممثلات وفساتين بس، هو ده اللي متصدر للناس. حتى لو في بعض يعني المواقع الاخباريه اللي عملت اخبار عن الافلام المشاركه، عددها محدود جدا مقابل العدد الاكبر، يعني ايه، انا شايف ناس والله العظيم كل يوم بتنزل بوست بتشرح فيها فساتين الناس، فساتين النجوم لابسين ايه وعاملين ايه، محدش فيهم فكر يتكلم عن فيلم. انا نفسي بقيت اعمل سيرش على الويب سايت بتاع مهرجان السينما، فاكتشفت ان في حاجات كتير مشاركة، وان في افلام كتير جدا كويسة. طب ليه الحاجات دي مش متنورة؟ ليه انا منور، يعني ليه منور لبسهم بس، يعني وان انها ماشية عريانة؟ ما هو انا معلش يا جماعة، ما هو يعني ما الميديا هي اللي بتدي للنجوم او للممثلين احساس ان انا منتظر منك ده بس، مين احسن فستان، احسن فستان ايه، احسن فستان ايه، انا عايز اعرف صناعة السينما وضعها ايه، يعني الصراع اللي موجود بين شركات الانتاج عاملة ازاي، ده اللي انا افهمه. فمش عارف، يعني يمكن انا بفكر بحاجة يعني غلطان، ممكن، ما هو كل حاجة يعني ليها برضو وجهات نظر، فيمكن بس